السلام عليكم. بحلقة الخداع البصري اليوم في عندي رسمة بتظهر سما زرقاء جميلة وأشجار وسور في باب وجنينة، ومن باب السور في خطين ممتدين باتجاه الجنينة، واحد أزرق وواحد أحمر. كلكم ملاحظين طبعا أنه الخط الأزرق أطول من الأحمر، بس لما أخد القياسات حيظهر لي شيء مختلف تماما. عندي هون غرض بطول الخط الأزرق تماما مثل ما شايفين، ولما أقيس فيه الخط الأحمر بستنتج إنه أطول من الأزرق. رغم انه مبين اقصر. بتمنى تكون هالحلقة عجبتكم. اذا حابين تشوفوا المزيد اضغطوا على الرابط اسفل هالشريط او فتشوا في اليوتيوب تحت ايهاب بلانيت كلمة وحدة، وما تنسوا تعملوا لي سبسكرايب. الى اللقاء.